بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية قواعد اللغة. نستأنف مع لو باسي كومبوزي. وصلنا إلى لو بارتيسيباسي دي فيرب ريغولي ان ار اي ار ار او اي سامبل ا كونستخوير اي سامبل ا كونستخوير. إذا نتكلم عن لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل ان ار التي تنتهي ب ار اي ار المنتهية ب اي ار ار او التي تنتهي ب ار او اي سامبل انه بسيط، يعني ان طريقة استخلاص لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اي سامبل انها بسيطة اكونستخوير للبناء لإنشائها. إذا أخذنا مثلا لانفينيتيف اون او ار بارتيسيب اون اي، إذا الأفعال المنتهية ب او ار لو بارتيسيباسي الخاص بها يكون بحذف هاد او ار ثم تعويضها بهاد او اكسون ايغي. اكزومبل لو فيرب ايمي لو بارتيسيباسي الخاص به هو ايمي، طبعا كما ذكرنا فيما سبق. لانفينيتيف اون اي ار فيما يخص الافعال المنتهيه ب اي ار لو بارتيسيباسي الخاص بها يكون اون اي، يعني انه يكون ب اي. مثلا لو فيرب فينير لو بارتيسيباسي الخاص به هو فيني. هاد لو بارتيسيباسي طبعا هو الذي يضاف الى جانب لوكسيليير افوار او اتر، طبعا في البريزون لنحصل مثلا على لو باسي كومبوزي. اما اذا اضيف هاد لو بارتيسيباسي الذي نحن بصدده الان، اذا اضيف الى لوكسيليير اتر او افوار، لكن هاد المساعدين انهما يكون مصرفين في زمن بسيط اخر، طبعا سنحصل على زمن مركب اخر غير لو باسي كومبوزي. اذا كما قلنا فينير لو بارتيسيباسي الخاص بها هو فيني. لانفينيتيف اون ار او لو بارتيسيباسي اون اي، مثلا لو فيرب فوندر لو بارتيسيباسي الخاص به هو فوندي. اذا كما نلاحظ بان هذا الفعل منتهي ار او، طبعا لو بارتيسيباسي الخاص به سيصبح منتهيا ب اي. اذا نقول مثلا جي فوندي، انا بعت جي. اذا هنا صرفت لوكسيليير افوار في البريزون ثم فوندي، اذا نضيف لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فوندر بعد هاد لوكسيليير للحصول على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فوندر. لي فورم دي بارتيسيباسي دي فيرب ايريغولي، طبعا هنا نتحدث عن الافعال المنتظمه كما ذكرنا لو بارتيسيباسي دي فيرب ريغولي. اذا نتكلم عن لو بارتيسيباسي الخاص بالافعال المنتظمه اون او ار اي ار ار او. اذا طبعا للحصول على لو بارتيسيباسي الخاص بهذه الافعال المنتظمه، اذا طبعا فهو سهل وذكرنا امثله لذلك. اذا لي فورم دي بارتيسيباسي دي فيرب ايريغولي، الان اشكال لو بارتيسيباسي دي فيرب ايريغولي للافعال غير منتظمه. لي فيرب ريغولي الافعال المنتظمه، لي فيرب ايريغولي ايريغولي. اذا نتكلم عن الافعال غير منتظمه. اذا لو بارتيسيباسي الخاص بهذه الافعال غير منتظمه بوف اتر ابريز بار كور، يمكن بوف اتر يمكنها ابريز ان تؤخذ بار كور كما نقول بالقلب. المقصود هنا بأنها يجب أن تحفظ، ليس هناك طريقة أخرى لنتعلمها، ليست هناك قاعدة، المقصود أن نحفظها كما هي. طبعا هي أفعال قليلة، أكيد أننا سنرى كل منها مرة أو مرتين فنتذكرها مع الوقت. peuvent être apprises par cœur et contrôlées dans la liste des verbes irréguliers et contrôlées dans la liste des verbes irréguliers. يمكن أننا نحفظها ثم نعود لها على قائمة الأفعال الغير منتظمة. الآن لاكور دي بارتيسيباسي. إذا الآن غنشوفو لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي تيجي من بعد لوكسيليير. طبعا لوكسيليير كما قلنا في البريزون
وبالتالي غنحصلوا في التركيبه على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل اللي خضينا منه لو بارتيسيباسي هنا. اذا طبعا هذا لو بارتيسيباسي انه يتاثر بلو سيجي، يتاثر بالمفرد، يتاثر بالجمع، يتاثر بالتانيث، ويتاثر ضمنيا بالتذكير كما ذكرنا. لو بارتيسيباسي ساكورد دون سيغتان كا اون جونغ اي اون نومب. اذا لو بارتيسيباسي عموما اللي تيجي من بعد لوكسيليير اتر او افوار ساكورد، يعني انه يتاثر. كما نقول هنا انه يتوافق، يتوافق المقصود هنا اذا كان لو سوجي يعني الفاعل في المفرد لو بارتيسيباسي سيتوافق معه، المقصود انه سيعبر عن المفرد. اذا كان لو سوجي يعني الفاعل في الجمع فكذلك لو بارتيسيباسي سيتوافق معه بان يكون في الجمع. اذا كان الفاعل يعني لو سوجي في المؤنث او فيمينا او بيوماسكولا، اذا هنا سيتاثر هاد لو بارتيسيباسي بان يكون او فيمينا او بيوماسكولا مؤنثا او مذكرا. كما قلنا هنا لو بارتيسيباسي ساكورد دون سارتان كا، يعني ان لو بارتيسيباسي انه يتاثر او كما عندنا هنا انه يتوافق في بعض الحالات اون جونغ اي اون نومبر. اون جونغ المقصود في النوع، نتكلم عن التانيث والتذكير، اي اون نومبر كما نقول هنا العدد، كما نقول هنا العدد المقصود المفرد او الجمع. دون لو كا دي فيرب كي كونستخويز لور باسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر، اذا في حاله الافعال التي تبني لور باسي كومبوزي التي تبني ماضيها كما نقول افيك لوكسيليير اتر اللي تحتاج لوكسيليير اتر، كما ذكرنا الافعال 14 مثلا، اذا هذه تحتاج مثلا في غالب الحال تحتاج لوكسيليير اتر. اذا دون لو كا دي فيرب كي كونستخويز لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر لو باسي كومبوزي ساكورد الور اون جونغ اي اون نومبر افيك لو سوجي دو لا فراز، هذا الذي ذكرناه فيما سبق. اذا كان الفعل مصرفا مع لوكسيليير اتر طبعا لو بارتيسيباسي ساكورد، يعني انه يتاثر او يتوافق بمعنى اخر مع لو سوجي، مع لو سوجي اون جونغ اي اون نومبر، يعني انه يتاثر تانيثا وتذكيرا اي اون نومبر، ويتاثر في المفرد وبالجمع، يتاثر بالمفرد وبالجمع افيك لو سوجي دو لا فراز مع فاعل الجمله. مثلا إلي طالي دون سون بيرو، هو ذهب الى مكتبه. طبعا عندنا لو فيرب الي خدينا منه لو بارتيسيباسي الخاص به اللي هو الي، وضعناه بجانب اتر في البريزون، نقول مع إيل الي الي، ثم إلي طالي هو ذهب دون سون بيرو كما نقول في مكتبه، المقصود انه ذهب الى مكتبه. اذا هنا كما نلاحظ بان الي لم نضيف لها اه لان ايل مذكر، ولم نضيف لها اس لان ايل مفرده. الان الجمله الثانيه الي طالي دون سون بيرو، كما نلاحظ باننا نتكلم عن ال، ال تعبر عن لو سوجي، تعبر عن الفاعل لان هي اللي مشات، ثم هاد ال تعبر عن المؤنث. اذا طبعا الي مصرفه مع اتر اللي هي اي كما نلاحظ، اللي هي اي اللي هي مع ال تتعطينا اي، اذا الي، اذا طبعا سنضيف او. لماذا؟ لان ال مؤنثه، وبالتالي فان لو بارتيسيباسي كما قلنا سيتاثر بهاد التانيث. الي طالي دون سون بيرو، هي ذهبت الى مكتبها. في الجمله الثالثه مثلا ايل سون طالي دون لو بيرو، هم ذهبوا الى مكاتبهم. طبعا ايل هذه جمع، طبعا سنضيف اس. ثم عندنا ايل سون طالي دون لو بيرو، هن ذهبن الى مكاتبهن. طبعا كما نلاحظ نتكلم عن الجمع وعن التانيث، سنضيف او اس. لماذا؟ لان الفعل مصرف مع اتر. طبعا هاد اتر يعتبر كالصاق بين لو سوجي مثلا عندنا ال وبين هاد لو بارتيسيباسي،
وبين هاد لو بارتيسيباسي، يعني في أي حركة من حيث التأنيث والتذكير والجمع والمفرد. إذن في كل حركة في هاد الاتجاهات من لو سوجي سينقل التأثير مباشرة إلى لو بارتيسيباسي. إذن دون لو كا دي فيرب كي كونستخويز لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار، دون لو كا دي فيرب كي كونستخويز لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار، إذن في حالة الأفعال التي تبني لو باسي كومبوزي الخاص بها افيك لوكسيليير افوار مع المساعد افوار، لوسكو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، هنا سننتقل إلى الحالة التي لم نذكرها فيما سبق مع افوار. لوسكو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، عندما يكون عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، طبعا هذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو الذي يخلينا باش نستعملوا افوار كما ذكرنا، كأنه المفعول به، كما نقول تقريبا المفعول به. إذن لوسكو لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي بلاسي افون لو فيرب، عندما يوضع هاد المفعول به كما نقول قبل الفعل. في هذه الحالة لو بارتيسيباسي ساكورد الوغ، إذن هو يتطابق حينئذ اون جونغ اي اون نومبر، يعني أنه يتطابق من حيث التأنيث والتذكير اي اون نومبر ومن حيث المفرد والجمع افيك سو كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني أنه يتطابق مع هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت ماشي مع لو سوجي، يعني انه يكون تطابق بين لو بارتيسيباسي وبين لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي غيسبق الفعل. طبعا كيفاش غيسبقو؟ غيسبقو بشي ضمير، يعني اننا غنعوضو هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني بضمير ما بكلمه ما. هنا ثلاثه الحالات ممكنه، تخواكا سون بوسيبل، ثلاثه حالات ممكنه. Le complément d'objet direct peut être un pronom personnel. Et dans le complément d'objet direct, ممكن أن يكون un pronom personnel ضمير شخصي. طبعا ويأتي قبل الفعل. وفي هذه الحالة le participe أنه يتأثر بالتأنيث والتذكير اللي تيعنيه هاد لو برونو بيرسونيل، يعني عندما اقول ما يعني نتكلم عني انا، اذا المقصود هل انا مؤنث او مذكر، هل انا بنت مثلا او ولد، اذا هنا سيتاثر لو بارتيسيباسي. طبعا اذا اتى لو برونو بيرسونيل افون لو فيرب يعني قبل الفعل. لو كومبليمون دوبجي ديريكت بوتيتر ان برونو بيرسونيل من م ت ل لا نو فو لي، أو في حالة أخرى يمكن أن لو كومبليمون دوبجي ديريكت يكون لو برونو غولاتيف كو، لو برونو غولاتيف كو، سنرى أمثلة لذلك. لو برونو غولاتيف كو كما نتكلم عن ضمير وصل، غولاتيف كما نقول رابط، غولاتيف كما نتكلم عن ضمير وصل. لو برونو غولاتيف كو أو أن نو بلاسي دوفون لو فيرب، أو يكون في حالة أخرى اسم أن نو بلاسي، أنه يوضع دوفون لو فيرب قبل الفعل دون لي زانتيروغاسيون خصوصا، يعني في حالة الاستفهامات، المقصود في حالة الأسئلة إي إكسكلاماسيون، وفي حالة التعجب. اكزامبل، امثله، il a rangé son bureau، هو رتب مكتبه. اذا لاحظ هنا سنعوض لو كومبليمون دوبجي ديريكت، سنعوضه بهاد لو، طبعا لو سنحذف لها اه لانها ستاتي قبل ا، وباش ما يتلاقاوش عندنا دو فويال غنحذفو اه، سنحذف اه ونضع ابوستروف. نقول في الاصل il le a rangé، il هو le، يعني له كما نقول le a rangé،
له رتابة، كما نقول هو رتباه، هده هي هدله. طبعا كما قلنا بأننا سنحذف أه لأن تأتي أمام أ، وهذا أه هو الصرف ديال أفواه. إذن كما نلاحظ بأن هدله لتتعوض سومبيغو أنها أتت قبل الفعل، أنها أتت قبل الفعل. أما في الجملة الأصلية إل أغونجي سومبيغو، طبعا لو كومبليمون دوبجي ديريكت أتى بعد الفعل، إذن طبعا لو بارتيسيباسي هنا لن يتأثر. لكن بمجرد أن وضعنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي اختصرناه فقط في هاد لو، بمجرد أننا وضعنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل الفعل وبالتالي قبل لوكسيليير، إذن طبعا هاد لو بارتيسيباسي سيتأثر. إذن نقول إلا غونجي. طبعا في الحقيقة هنا لن يظهر هذا التأثير، لماذا؟ لأن له تشير للمذكر وبالتالي لن نضيف أه، ثم تشير إلى المفرد وبالتالي لن نضيف إس. هي في الحقيقة راه كاين التأثير، هذا التأثير غنشوفوه مع الجملة الموالية. إل أغونجي سا شومبر، هو رتب غرفته. إذن طبعا هنا الغرفة غنشير لها بالضمير لا. الأصل هنا أن نقول إل لا، إل لا أغونجي، إل لا أغونجي، إذن هو رتبها. إذن طبعا بنفس الطريقة حتى لا تلتقي أ مع أ الخاصة بأفواغ، نحذف أ الخاصة بلا ثم نضع أبوستخوف. إذن نقول إل لا أغونجي، إل لا أغونجي، إذن هو رتبها. طبعا مادام أن الضمير لا الخاص بلا شومبر، الخاص ب سا شومبر، أنه أتى قبل أغونجي، إذن طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غونجي أنه سيتأثر. هاد لا هي مفردة وبالتالي لن نضيف إس، ثم أن مؤنثة كما نلاحظ، إذن طبعا سنضيف أ. ثم مثلا إل أ غونجي سي دوسيي، إذا لاحظ هنا إل أ غونجي سي دوسيي، هو رتب ملفاته، هو رتب ملفاته. إذن طبعا نتكلم هنا عن لو دوسيي كلمة مذكرة، سي دوسيي نتكلم عن الجمع، الجمع المذكر. إذن طبعا هاد سي دوسيي سنعوضها بهاد لي، إل لي، إل لي زاغونجي، إل لي زاغونجي، هو رتبهم. إذن طبعا هادهم اللي تتجي في اللغة العربية في الأخر، هنا تنعوضوها بهاد لي اللي تتجي قبل الفعل، إل لي زاغونجي، هو رتبهم. طبعا مادام أن هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت، لو كومبليمون دوبجي ديريكت أنه تعني الجمع، طبعا سنعوضه بهاد لي، يعني أن هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت سيختصر فهاد لي. إذن هاد لي راه تتعوض لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هي سي دوسيي، مادام أنه سبق الفعل في الجملة المقابلة، إذن طبعا الفعل هنا سيتأثر. الفعل طبعا هنا المتمثل ب لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غونجي، إذن إل ليزا غونجي، إل ليزا غونجي، هو رتبهم. طبعا كما نلاحظ بأننا أضفنا إس الخاصة بالجمع. ثم نلاحظ الجملة الأخيرة، إل أغونجي سي كارت، إل أغونجي سي كارت دو فيزيت، إل أغونجي سي كارت دو فيزيت، هو رتب بطاقات الزيارات كما نقول، هو رتب بطاقاته للزيارات، هو رتب بطاقات زيارته، إل أغونجي سي كارت دو فيزيت. طبعا نقول لا كارت، نقول في المفرد نقول لا كارت، إذن لا كارت كلمة كارت هي كلمة مؤنثة، إذن سي كارت نتكلم عن جمع المؤنث هنا. الجمع المؤنث أيضا نشير له بهاد لي، الجمع المؤنث نشير له بلي، لكن يبقى تأثير المؤنث حاضر. في الجمع المذكر أيضا كما في حالة سي دوسيي، عوضنا كلمة دوسيي بهاد لي، هاد لي تعوض الجمع المذكر ثم تعوض جمع المؤنث، فهاد لي في الجملة الأخيرة ستبقى محتفظة على التأنيث،
يجب أن ننتبه لهذا، لأن هذه لي تعوض لكارت. إذن il arrange ses cartes de visite. إذن نقول il les a rangées. Il les a rangées. نقول il les a rangées. هو رتبهن كما نقول. إذن طبعا سنضيف ES على عكس حالة ses dossiers التي أضفنا فقط S. إذن كما نلاحظ بأن le complément d'objet direct عندما يختصر في ضمير ما ويسبق الفعل طبعا لو بارتيسيباسي يتأثر بالتأنيث ويتأثر بالتذكير ويتأثر بالجمع والمفرد. دون لو كا دي فيغ برونومينو في حالة الأفعال الضميرية كما نقول، نتكلم عن الأفعال التي تسبق عادة بسو. إذن دون لو كا دي فيغ برونومينو كي كونستخويز توجور لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليار اتر التي تبني دائما لو باسي كومبوزي الخاص بها افيك لوكسيليار اتر. طبعا ذكرنا هذا فيما سبق بان لي فيرب برونومينو ان تصرف دائما مع لوكسيليار اتر، مع لوكسيليار اتر لا تصرف مع افوار. لو بارتيسيباسي ساكورد اون جينيرال افيك لو سوجي، يعني ان لو بارتيسيباسي انه يتاثر في العموم افيك لو سوجي يعني بالفاعل. Exemple, nous nous sommes levés très tôt. نحن نهضنا باكرا. نحن استيقظنا باكرا. Nous nous sommes levés très tôt. نحن استيقظنا باكرا. Mais, ولكن في حالة أخرى, il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Mais, il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. يعني أن لا تتأثر نتكلم عن لو بارتيسيباسي أن لا تتأثر ب لو سوجي lorsque le verbe suivi d'un complément d'objet direct، عندما الفعل يتبع كما نقول بمفعول به تقريبا. اكزومبل مثال il s'est lavé les mains، كما نقول هنا غسل نفسه يداه، كما نقول غسل نفسه اليدين. نستعمل هذه الأفعال بهذا الشكل حتى وإن كنا سنقوم بشيء ما لأطراف جسمنا، لأطراف جسمنا. لماذا؟ لأن الأطراف هي جزء من جسمنا، وكأننا نقوم بشيء لذاتنا، رغم أننا نشير هنا مثلا لليدين أو الرجلين إلى غير ذلك. نتحدث مثلا عن سولافي لي ما، يعني غسل اليدين. إذا طبعا لا نتكلم عن لافي لي ما، غسل اليدين. لافي لا فواتور، لافي لا فواتور يعني غسل السيارة. هنا في هذه الحالة نتكلم عن لو فيرب لافي، لكن في حالة غسل طرف ما من الجسم نقول سو لافي لي ما، سو لافي لي ما يعني غسل اليدين. طبعا نتكلم عن لو فيرب سو لافي، وكأننا نقول غسل نفسه اليدين، أو سو لافي لي بيي يعني أنك تغسل الرجلين، سو لافي لا تيت يعني أنك تغسل الرأس إلى غير ذلك. لأن الرأس والرجلين واليدين إلى غير ذلك هي من الجسم، هي من ذات الإنسان. إذن رغم أن هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت أنه يأتي فيما بعد، نستعمل لي فيرب برونومينو في هذه الحالة. إل سي لافي لي ما، إذن نقول إل سي لافي كوا، إل سي لافي كوا لي ما، إذن هو غسل ماذا؟ هو غسل اليدين. مي إل سي لافي، مي إل سي لافي، إذا نقول إل سي لافي. إذا طبعا في حالة المذكر إذا نقول إل سي لافي لي ما. إذا في حالة عندما يتبع هاد الأفعال لي فيرب برونومينو، عندما تتبع بلو كومبليمون دوبجي ديريكت لا يكون هناك تأثير. كما نلاحظ عندنا هنا إل، نتكلم عن هي، نتكلم عن إل، إذا نتكلم عن التأنيث هنا إل سي لافي. رغم ذلك لا نضيف إ، إل سي لافي لي ما، لأن الفعل أتبع بلو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا طبعا لن نضيف أ المتعلقة بهاد إل بعد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سو لافي. لكن مي، ولكن إل سي لافي يعني هي غسلت نفسها، إذا هنا سنضيف أ لأننا لم نتبع الفعل، لم نتبع فعل سو لافي، لم نتبعه
بلو كومبليمون دوبجي ديريكت ما ال سي لافي. اما اذا اضفنا ال سي لافي لما طبعا سنحذف هاد او المتعلقه بهاد ال. لماذا؟ لان لو فيرب سو لافي مصرف مع اتر كما ذكرنا. اتونسيون انتباه، لو بارتيسي باسي نو ساكورد جامي افيك لو كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا لو بارتيسي باسي نو ساكورد جامي يعني انه لا يتاثر البته افيك لو كومبليمون دوبجي انديريكت، مع لو كومبليمون دوبجي انديريكت كما نتكلم عن مفعول به غير مباشر، كما نتكلم عن مفعول به غير مباشر في هذه الحالة، خصوصا لا نتكلم عن مفعول به. طبعا ما نتحدث عنه هنا يختلف تماما عما يأتي في اللغة العربية. فهاد لو كومبليمون دوبجي انديريكت المقصود به عموما أن الفعل يكون بينه وبين المتمم، تكون بينهما كلمة أو حرف. طبعا عندما نتكلم عن لو كومبليمون دوبجي ديريكت كما نتكلم عن متمم الجملة المباشر، نتكلم عن كلمة أو جملة تأتي بعد الفعل لكنها توضع بشكل مباشر بعده، كما رأينا قبل قليل il arrange sa chambre، لم نقول il arrange à sa chambre أو bien il arrange au chambre، il arrange à sa chambre أو bien il arrange que sa chambre. ليس هناك حرف أو أداة توضع بين الفعل وبين هاد المتمم كما نقول، على عكس ذلك المتمم يأتي بشكل مباشر بعد الفعل. إذا نتكلم عن كومبليمون كما نتكلم عن المتمم دوبجي ديريكت، يعني أنه جاء بشكل مباشر. هنا نتكلم عن لو كومبليمون دوبجي انديريكت كما نتكلم عن المتمم يأتي بشكل غير مباشر، بحيث أنه يكون هناك حرف أو كلمة بين الفعل وبين هذا المتمم. إكزومبل مثال ماري إيلورون سو سون تليفوني، كما نتكلم عن ماري ولورون سو سون تليفوني تهاتفا، المقصود بأن كل منهما هاتف الآخر. إذا طبعا نتكلم عن سو تليفوني، إذا لو فيرب هنا سيصرف مع لوكسيليغ إتر كما نلاحظ عندنا السون. إذا ماري ولورون سو سون تليفوني، إذا هاد سو سي أن كومبليمون دوبجي انديريكت، سي أن كومبليمون دوبجي انديريكت. تليفوني اكي، تليفوني اكي طبعا كما نقول هنا مهاتفة من، اذا المقصود بان كل منهما هاتف الاخر. اذا هاد سو كما نقول بان ماري تليفون ا لورون اي لورون تليفون ا ماري، اذا هاد سو تتعوض هذه المساله. اذا لي بارتيسيباسي دي فيرب سويفون نو ساكورد دونك جامي، بصفه عامه les participants des verbes suivants ne s'accordent donc jamais. يعني أن les participants الخاصة بالأفعال الموالية تنتكلموا هنا على les participants اللي غتجي مع être طبعا ne s'accordent jamais، يعني أن لا تتأثر. عندنا le verbe se téléphoner se parler se parler، يعني كل منهم يكلم الآخر، أو نتكلم عن مجموعة أشخاص كل منهم يكلم الآخرين. se mentir كل منهم يكذب الآخر، سوبلير كل منهم يرضي الآخر أو كل منهما يرضي الآخر، كومبلير ديبلير. إذا نتكلم عن الأفعال المركبة من فعل بلير، سوسوغيغ نتكلم عن كل منهما ابتسم للآخر، سونويغ كل منهم ينزعج بالآخر، سوسوكسيدي كما نقول كل منهم يتبع الآخر، سوسوفيغ سو سوفيغ كما نقول كل منهم يكتفي بالآخر، سو رسومبلي كل منهم يشبه الآخر، سون فولواغ سون فولواغ. طبعا سون فولواغ المقصود بها سو روبخوشي كلكو شوز، يعني أنه يلوم نفسه، روغريتي أميغمون سون بروبر كومبورتومون، تأسف بشكل كبير سون بروبر كومبورتومون لتصرفه الخاص، على تصرفه الخاص. نقول مثلا il s'en veut de l'avoir laissé partir، elle s'en veut de l'avoir laissé partir، elle s'en veut de l'avoir laissé partir. هي ندمت او تأسفت
كونها تركته يذهب. son vouloir المقصود بأنه تأسف على نفسه أو تأسف على تصرف صدر منه مثلا. إذا نتكلم عن son vouloir. طبعا عموما لو participation الخاص بهذه الأفعال أنه لا يتأثر البتة. en cas de doute في حالة الشك en cas de doute في حالة الشك on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un complément d'objet indirect. إذا كان هناك شك يمكن أن نستعمل طريقة بسيطة pour savoir من أجل معرفة si le verbe admet ou non un complément d'objet indirect لنعرف هل الفعل يقبل أو لا un complément d'objet indirect كما نتكلم عن متمم غير مباشر. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément comme indiqué ci-dessous. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant يعني بأن نشكل الجملة بأن نغير الجملة en remplaçant le pronom réfléchi par le complément. بأن نعوض لو برونو ريفليشي طبعا لو برونو ريفليشي هو هذاك سو اللي تيكون امام الفعل يسمى لو برونو ريفليشي طبعا هو يتغير مع الضمائر. il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément. يكفي ان نعوض لو برونو ريفليشي par le complément. نعوضه ب لو complément كما نقول متمم كوم انديكي كما هو مشار له سيدوسو أسفله. إكزامبل أمثلة إل سو سونسوري. إل سو سونسوري يعني هم كما نقول تباسموا كما نقول أنهم ابتسموا لبعضهم بعضا. إل زونسوري أكي إذا هم ابتسموا لمن؟ أ إل ميم لهم لأنفسهم يعني أنهن ابتسمن لبعضهن بعضا. أ إل ميم لو أ إذا هاد أ أنديك كيل ساجي دان كومبليمون دوبجي ديريكت دان كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا في الجواب نقول أ إل ميم لا نقول إل ميم ابتسمنا إليهن أنفسهن. إذا طبعا نضيف هاد أ. إذا طبعا هاد أ تشير إلى أن هناك متمم غير مباشر تفصل بينه وبين الفعل هدأ. إذا المقصود هنا إل سوسوري مثلا أ إل نقول مثلا إل سوري أ إل هي ابتسمت لهن. ثم نأخذ فتاة أخرى فنقول إل سوري أ إل يعني هي ابتسمت لهم. إذا عندنا أ إل إذا عندنا هدأ. إذا طبعا هدأ هي تأتي بين le complément d'objet indirect ou bien le fiel. Et donc, il y a un complément d'objet indirect. Il ne faut donc pas accorder le verbe. Il ne faut donc pas accorder le verbe. Et donc, on a علينا الا نوافق الفعل. المقصود هنا بأن لا نجعل الفعل يتوافق مع le sujet أو يتوافق مع le complément اعتقادا منا بأنه le complément d'objet direct. كما رأينا il ne faut pas donc accorder le verbe. إذن علينا أن لا نوافق الفعل. se rendre compte يعني أن نأخذ بعين الاعتبار. se rendre compte بأن نأخذ بعين الاعتبار le participe de la locution verbale se rendre compte. ثم عندنا عبارة se rendre compte بأن نأخذ بعين الاعتبار أو أخذ بعين الاعتبار. se rendre compte أخذ بعين الاعتبار كما نقول أنه أخذ حسابا المقصود بأنه أخذ في ذاكرته بعين الاعتبار كذا وكذا يأخذ في الحسبان كذا وكذا. se rendre compte le participe de la locution verbale الخاص بهذه العبارة الفعلية se rendre compte كما نقول أخذ بعين الاعتبار أو أخذ في حسبانه ne s'accorde pas avec le sujet يعني أن لا تتأثر بالفاعل car le mot compte est considéré comme complément d'objet direct. لأن كلمة compte est considérée
أنها تعتبر et considérée comme complément d'objet direct du verbe. تعتبر كمتمم مباشر. Se rendre quoi? إذن هو أخذ ماذا؟ Se rendre quoi? هو أخذ ماذا؟ Compte. يعني كما نقول أخذ حسابا. Se rendre compte. Se rendre compte. يعني أخذ حسابا. المقصود أنه أخذ في حسباني. ملي عندنا هاد كونت أن تعتبر ك complément d'objet direct. إذن طبعا لو participe de la locution verbale se rendre compte ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple. عندنا في الأسفل مثال elle s'est rendu compte de son erreur. يعني أنها أخذت بعين الاعتبار خطأها. أخذت في الماضي. إذا نتكلم عن elle s'est rendu. طبعا حسب القاعدة التي رأينا من المفروض أننا نضع أه بعد غوندي. لكن كما قلنا بأن هذه العبارة كما نقول بأن تتضمن هذه كلمة كونت المعتبرة هنا ك complement d'objet direct. كما نقول هي أخذت نفسها بعين الاعتبار كونت. أخذت حسابا. المقصود أخذت في الحسبان. دو سون ايغور خطأها. هذا الأمر الذي عندنا هنا يشبه ما رأيناه قبلا إل سي لافي لي مان. كما نقول هي غسلت يديها. إذن كما رأينا بأن لو بارتيسيباسي لم يتأثر. نفس الشيء هنا. إل سي روندي كونت دو سون إيغور. هي أخذت بعين الاعتبار خطأها. لن نضيف أ. يعني أن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل روندر لن يتأثر بهاد إل. رغم أنه مصرف مع لوكسيليغ إتر. إذن وهكذا ننتهي مع لو باسي كومبوزي. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.